يعطيك العافية معلم. وين الله يعافيك؟ الله يرضى عليك، على المطار بس بسرعة إذا بتريد. على راسي. تسلم راسك. بس مثل ما بيقول المثل، اللي أوله شرط آخره سلامة. لك حبيب ما بنختلف، شو ما بدك بعطيك بس تيسر. قديش بدك تعطيني على المطار؟ لك حبيبي قد ما بدك بعطيك بس تيسر، خلصني مستعجل، الله وكيلك مستعجل. هالحكي سمعانينه كثير. أخي أنتوا قديش عم تاخذوا؟ 500 ليرة. تكرم عينك 500 ليرة بس روح خلصني بقى. على عيني وراسي. تسلم راسك، يلا روح. عطيه عطيه، طول بالك. نزل الرابع حبيبي، طول بالك. ايه صحيح، نسيت اسالك. وطي صوتك بلا فضايح. نسيت اسالك عشان نحن شاكي بدوي، لك عنا كيف بدنا نرجع؟ ها هلا لوين بدنا نرجع؟ يعني لوين؟ عالبيت. عالبيت؟ ايه سيدي، بس نخلص شغلتنا نرجع على الطريق، نشوف اي سيارة نازلة من الشارع بننزل على البيت. اسمعوا على الحكي، لك الفيلا بمكان مقطوع مثل ما قلت، شلون بدنا نلاقي مواصلات؟ هلا خلينا نخلص مهمتنا وبعدين بنرجع. ايه مثل ما بدك، بس انا رأيي الا للشوفير ينتظرنا. لك شلون بده ينتظرنا ونحن فايتين على فيلا مهجورة؟ لك وإذا كان مهجورة بنوقف بعيد وبننزل وبنكمل مشي. انت ناوي تفضحنا؟ يا اخي ما بقى في فضيحه هون، شلون بدي اعرفنا؟ هلا خلص. اي خلص، يلا خلينا نخلص كل شغلنا وبعدين لكل حادث حديث. ايوه شوي شوي بالله يا اخ، وفوت على اليمين. يا اخوي شوي شوي وفوت على اليمين يا اخوي. معلم كرمال الله استعجلك شوي. لك حبيب قلبي 90 ماشي. لك ما اختلفنا 90، زيدوا شوي كرمالي ولو. لك تكرم عيونك، وهي 94. ايش رايك يا ولادي ترجع بعد ساعه لهين وتاخذنا معاك، وانت ما تكون الا مجبور الخاطر يا اخوي. تكرم عينك، بس شو ضمن يلاقيك هون؟ لا يا ابو الشباب، شو يعني معقول؟ ول 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 يا اخوي، وش تقول يا عمي؟ لما الشيخ مزعل يقول كلمه
ما تلاقيها غير بالحق. ما تزعل الشيخ مزعلول. ما اختلفنا يا شيخ، بس انا لا منزلك لا قدام بيت ولا قدام مطعم. شنو تقصد ها؟ قصدي يعني اذا حاسبتني من هلا راح ارجع، واذا ما حاسبتني ما راح ارجع وما راح اوعدك. وهذا المبلغ كله معك والعربون، وتراضي؟ هلا زمر بنيك ساعة وبكون هون. يلا الله وياك يا ولدي. انت تعال هون شو قاعد عم تخبص لي؟ مو قلت لي على اساس بتعرف تحكي بدوي؟ ليش خربطت؟ طبعا خربطت خربطت وما قلت ولا كلمه صح، كله عم تحكي بلهجتك هي المحليه. قلت لك انه نحكي بالمكسيكي احسن. مكسيكي احسن؟ ايه البدايه احسن يا اخوي. ولا حدا روح على عرب عليهم معلي. كرمال الله كرمال الله استعجل لك شوي يا زلمه. شباك لا حول ولا قوه الا بالله علي العظيم. حبيبي في العجل الندامه في التعني السلامة. لك ما اختلفنا يا حبيبي، بس ليكو الطريق فاضي قدامك، طريق سفر هذا اسحاب شباك. بس انا شعاري لا تسرع فالموت اسرع. لا تسرع في المشي اسرع. شو حبيبي عم تحكي معي؟ لا عم بحكي مع حالي. سوق شوف يا خود خود يا خود شمالك خود شمالك روح. ابو جمال ها انت متاكد انه الفيلا فاضيه؟ ايه اخي متاكد انه الفيلا فاضيه. انا خايف اذا فتنا لجوا يطلع لنا حدا. لا اطمن ما في حدا. طيب بلكي كان فيها كلب حراسه؟ ما بظن. لك عم بقول بلكي. اخي لو فيها كلب حراسه كان عوى. ما هون المشكله، الكلب الحراسه ما بيعوي الا اذا حس على حدا. ايه معك حق. هلا بخليه يحس. يلا جرب. ما هو ما فيها. ومع ذلك عفيني من الفوتة معك. بالله ليش انا جايبك له؟ مشان ساعدك. طيب طالما بدك تساعدني اذا وقفت هون كيف بدك تساعدني جوا؟ بربك اذا اجى حدا. خلص اذا خايف خليك هون. يلا انا بفوت لحالي. يلا شرف عاوني لشوف. يلا 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 اي لك وطي صوتك عشان ما احسوا عليك. انا بفرجيك بس هلا اشوفك. يا ريتني فت معه. ما صار شيء. يلا 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 شغف معلم. اه شغف مقدار، بس ما تكلم لك شي مثل زيادة. لا اغمك اشكو غبك اني اعطيتك. يلا روح تيسر يحرق حريشك شو بطيء. على حسب ما دلونا الشباب لازم تكون هي المزرعة. يا الله يا الله. 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 يا الله
أكيد هاي الشنطة تبع الوثائق اللي حكى عنها أبو جمال. إيش أسوي هلا؟ يلا. يعني عمي انتوا ما رحتوا على بيت الزجاجات؟ رحنا على بيت الزجاجات. هي طيب. اول ما وصلنا لهنيك، قصدي اول ما وصلت لهنيك مديت ايدي واسترع صوت بني ادم. بني ادم شو يا عمي؟ انت قلبك ضعيف، قلبك ضعيف، متوهم انت. شو الحكي هذا؟ متوهم؟ هذا اللي طلع معك، انا متوهم؟ ليش رح تتوهم؟ ليش؟ بتكون شيء قطع. قطع؟ لا 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 مو قطع. بعدين ما بعرف صوت القطة من صوت البني آدم. يا عمي يعني زينة بالعقل، ما 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 مزرعة مهجورة مثل هي، أنو بني آدم بده يجي يقعد فيها؟ لا وين بيت الدجاجات؟ إيش هو المنطقة هاد؟ هذا اللي سمعته. طيب قوم لقلك، قوم خدني على بيت الدجاجات. كيف بدي أخدك على بيت الدجاجات؟ قوم دقني. اسمع باخدك بس أنا ما بقرب لهني. إي ولا أنا، قصدي يعني قوم هلا بنتفاهم هني. شو بدي إيه؟ بتقلي قوم قوم وتعب تك 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 تك. لا ما تخاف ما تخاف، قوم. أنا بعجبك. أكيد أنا بعجبك، قوم. يلا يلا هات إيدك لشوف عمو. يلا يا رب. عفوا. يلا روح. له يا ابو جمال الوثائق قال وجايبني وضحكان علي، قال شو انقاذ ناس من السجن واحقاق الحق. على بابا يا ماما. قوي قلبك عمي لا تخاف. شو عمي؟ لا تقولي ضيعتها. والله يبدو اني ضيعت. لا تقولي شلون ضيعت يعني؟ ما انت وقت تعبت قدام بيت الجاج بأنو اتجاه مشيت؟ انا لقيت حالي ما بعرف منين بدي اروح منين بدي اجي فطلعت. ايه يعني ما بتعرف بأنو اتجاه؟ لا بعرف بس يعني رحت. طيب مشيت. طيب يعني بس انا ما مشيت مشي، انا ركضت ركضت، انا طرت طيران. ايوه طيب لكان طيران، خلينا نتحرك بسرعه هيك ما راح نلاقيه. امشي تحرك تحرك تحرك. خليك هون تقبريني يومين ثلاثة وبرجع لك. يا ترى منين صار السور؟ شو رح تخبي وراي؟ ما في شيء ما في شيء. لا تخاف انا معك. لسه بيرجفوا بايدي. لا تخاف انا معك. هذا هو هذا هو هذا هو. إيه؟ اكيد. إيه؟ يلا عمي اتكل على الله فوت. من نعم عم بيفوت. اتفقنا. اي شو قلت لك ما بقرب انا. لا خلص انت ما تاكل هم، انا بنطرك برا هون اذا صار شيء. لا تجذبها.
يعني فوت انا عمي لخلص لي. ايه يلا لحظه لحظه عمي. خود هي اذا صار شيء خبطك فيها. لا عمي شو تخبطني انا. يلا انا فايت. ايه يلا فوت لا تخاف. يلا. انا جوا. يلا يلا. واحد بسم الله الرحمن الرحيم. ما في حدا. يلا أوه. عمي رعبتني. طول لي بالك شوي. شو انا ما رعبت افتح بالك. يا الله يا شو بسم الله الرحمن الرحيم. ليش ولي شو عمي لهلا ما في شيء. دور لحظه. إيه ما في شيء. شو دور شو غير اللي قالوا لنا الشرطه هون. ما في شنطه. لحظه شو لقيت شغله. طول بالك. لقيتها ما. لا 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 مو الشنطه. شو دول. لك دول تبعاتي. تبعاتها؟ ايه. مو على اساس انت ما فت لهم؟ مو انا اللي فتت. مين اللي فات لك؟ اكيد ابو صفي اللي فات. لك مين ابو صفي؟ ابو صفي اللي اجى معي. جارنا بالبنايه. شو جابوا لهم؟ امشي عمي امشي هلا بحكي لك على الطريق. تعال. ابو صفي ابو صفي. ها ها وينك انت؟ لك لكني لكني فوق. لك اهلين كمان. اهلين. طمني لقيت الشنطة اللي فيها الوثائق؟ لك انا شنطة انا وثائق طلعت كل الشغلة خرط بخرط. وانا قلت حالي هيك. ايه زين زين خلينا نتيسر. يلا 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 يلا, يلا. سوري. الله يسامحك يا عمي على هالسيران. لا وراح نسي الموبايل تبعه كمان مشان لا نقدر نتصل فيه ولا نطمن عليه. ما شفتي شلون طلع مثل الزعقة كأنه أكلت ليه؟ إنه بس بدي أفهم شو هالسر اللي بين بابا وطريف ونحن ما لازم نعرفه. هلا بس يشرف نعرف. شو لسه ما شرفوا؟ اهلين ماما. شو بلاقي بطي حصه؟ لا امي مو القصد بس مشغول بالي. على اساس انا يلي مو فرقانه معي. امي ليش هو الحكي هذا هلا؟ لانه جوزك هو السبب بحياته. ابوكي ما طلع من البيت بعد الساعه 8 بس من يوم ما تعرف على السيد طريف افندي وما عادت حياتنا انضبطت. يوم بفوت على السجن بفوتوا معه ويوم بينام برات البيت ويوم. امي الله يخليكي ما له طعمي هذا الحكي هلا. اذا انت مشغول بالك على جوزك فانا مشغول بالي على ابي وعلى جوزي. على كل حال مو مشكله بس اذا ابوك تاخر اكثر من هيك انا بدي اخبر الشرطه. الله يسلمك. الحمد لله على السلامه. طمني ولو اني زعلانه منك. معك حق يا مو. يعني شو بدي اساوي؟ طلعت طلعة مو حلوة بس الظرف حكم علي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك حبيبتي. شوفي ولك وينكم؟ حدا يحكي معي. شوفي طريف وينه ابي؟ ايه على الطريق هلا الا ما يصل هلا على وصول يعني. الو ماما إيه؟ لا تواخذيني تقبريني نسيتك من لهفتي على طريف. على اساس بس انت يلي نسيتيني؟ اما كلياتكم نسيانيني. خلص امي هلا هو بطريقه لعندك بس يجي يسالي. لا تشغلي بالك تقبريني. خلص هدي اعصابك. لا يشغل بالك حماتي. شو وين كاينين عم يعملوا مغامرات هو وجوزك؟ امي الله يوفقك مشغوله هلا عن اذنك تقبريني. الله معك. الحمد
على السلامة والله. الله يسلمك يا مرتي يا حبيبتي يا نور عيوني. شو أبو جمال شايفتك فاية وراية، إن شاء الله تكون انبسط بالمغامرات أنت وصهرك المصوم. روي حبيبتي طبعاً انبسط، بس ما ممكن انبسط غير لما تكوني أنت قدامي يا حنونة. هلا لا تاخذني بالعبطة أبو جمال والكلام الحلو، هذا فات أوانه. لا بيني وبينك ما في شي كلام فات أوانه، هلا أوانه. ايوه هلا اوانه. هذا مو بيكون هلا اوانه بعد ما يكون تارك مرته بنص الليل وتاركها لوحدها. حبيبه قلبي اسمعي مني، فوتي سوي لي فنجان قهوه لبين ما فوت الدوش واطلع. يلا حبيبتي يلا. يا لطيف يا لطيف شو دمك بارد اخ منه. يعني هلا انت وابي شاكين انه ابو وصفي راح قبلكم على بيت الجاج واخذ الشنطه من هني؟ ايه 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 هذا هو الاحتمال الوحيد. لك ابني مو انت قلت لنا انه عرف القصه من عمك وراح معه مشان يساعده؟ ايه بلا انا هذا اللي محيرني بقى، بس عمي شو قال لي؟ قال لي انه الحطه والعقال اللي لقيناهم ببيت الجاج هن نفسهم اللي فاتوا على البستان وكانوا على راس ابو وصفي لما عمي نزل على البستان وابو وصفي ضل عم ينتظره. معناتها اكيد سبقكم لهونيك 100%. فرضا سبقكم شو راح يخصه يعني يلي بالشنطه؟ طالما هاللي فيها لا بيخصه لا من قريب ولا من بعيد. هذا اللي نحن خايفين منه. انه شو؟ انه شو؟ انه الشنطة ما فيها اوراق. لكن شو فيها؟ الله اعلم، بس اكيد فيها شيء خلى ابو وصفي يخبيها عنا. والله يا ابو جمال اذا ما خاب ظني هالشنطة فيها ثروة. مصاري يعني؟ معلوم؟ ما بظن. ما كانوا الجماعة قالوا لنا روح جيبوا الشنطة وسلموها للمحامي تبعنا. دخيلك دخيلك شو بتفهم انت وصهرك؟ اكيد شافوكم انتوا الاثنين غشمة وطيبين ورح تاخذوا الشنطة لعند المحامي بدون ما تفتحوها. بس انا بدي افهم شغلة وحدة، شو حشر ابو وصفي بالموضوع؟ لك هل كنت رحت لحالك وما كانت طارت الثروة من ايدنا؟ لك انو ثروة وانو منا وقلنا؟ لك فرضا فرضا الشنطة كان فيها مصاري فهذا مو من حقنا. من حق مين لك كان؟ من حق ابو وصفي يلي ضحك عليك؟ لك وطي صوتك هلا بسمع. ما بتعرفي هذا مثل الصرصور له قرون استشعار عن بعد؟ اسمع لقلك بكره من طلوع الضو بتروح انت وصهرك على المزرعة وبتحرطوا حرط. طالما رجع بدون الشنطة معناتها أكيد مخبيها هنيك. ونحن كمان هيك ظنينا. وأنا بدي أروح معكم. وين بدك تروحي؟ لوين يعني؟ على المزرعة. لما بيدوروا ست إيدين مو مثل لما بيدوروا أربعة. على أساس ما بتحبي المغامرة؟ هذا إذا ما كان في ثروة بالموضوع، بس يمكن هلأ بيمرق حدا من هنيك وبياخدها من هنا. لا طمني المزرعة مهجورة وما حدا بيمر لهنيك. هذا قبل ما تاخدوا أبو وصفي لهنيك، الله أعلم يمكن يكون رجع لهنيك هلأ. لا تخافي. طالما شربكن المقلب انت وصهرك اول مره رح يشربكن اياها تاني مره. يخبيتك يا عيب الشوم عليك يا جا. ليش ما يا عيب الشوم علي؟ هي عملت عملها جار. انت رفيقه بتمون عليه، واذا طلع بايدك بيكون يكتر خيرك. طالما مشيت بهالطريق معناها لازم كمله للاخر. أساساً هن ما عادوا عنا، رحلناهم من هون. إفراج يعني؟ لا لا مو إفراج، الأنتربول طلبهم. إذا فعلاً لقينا الشنتاية ما عم بتقول رح نعتبرك بطل حقيقي، لأنه ساعتها بتكون حليت لنا ثلاث أرباع القضية. Thank you.
ترجمة